بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024. النهاردة هشرح أوبجكت سناب، وأوبجكت سناب دي من أهم الحاجات اللي لازم نعرفها في برنامج الأوتوكاد. طيب أوبجكت سناب دي اللي هي خاصة بالإند بوينت، الميد بوينت، السنتر، أي حاجة من الحاجات دي. أنا باجي أعمل موف، أعمل كوبي، أعمل روتيت، أعمل أرسم رسمة، الكلام ده كله أنا لازم احدد، لا اما برسم الرسمه دي من الانت بوينت بتاعتها، او برسم سيركل من السنتر بتاعها، او ان انا بحددها عشان اعمل لها موف. الحاجات دي لازم ان احنا بنستخدمها. طيب نستخدمها ازاي؟ انا هاجي اقول له كانسل. هنا عندي هنا موجوده تحت اللي هي اوبجكت سناب، تمام؟ اهي هي نفسها دي. لو انا دوست على اوبجكت سناب سيتنجز اللي هي تظهر لي هنا عشان اعلم على الحاجه اللي انا عايزها، تمام؟ طيب اقول له كانسل، هي موجوده عندي هنا، او ان انا بدوس على شيفت مع يمين الماوس بتظهر لي زي ما احنا شايفين كده. طيب انا هاجي ارسم لاين وارسم النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه وادوس بيمين الماوس انتر. انا عايزه ارسم لاين من الميد بوينت دي، انا هاجي ارسم لاين من الميد بوينت دي. اعمل ايه؟ اقول له لاين تاني ال، او ان انا بدوس على سبيس من الكيبورد فبيرجع لي اخر امر. واجي هنا الميد بوينت مش متحدده، متحدد لي هنا دي اند بوينت، تمام؟ اهي مكتوبه اند بوينت، لكن الميد بوينت هنا مش متحدده. فانا هرجع لايه بقى؟ هرجع هنا للاو سناب اهي، واختار الميد بوينت واعمل جنبها صح بالشكل ده كده، تمام؟ او ان انا بدوس شيفت مع يمين الماوس واختار الميد بوينت على طول، اختارها ليه. هاجي هنا على طول ظهر زي ما شايفين المثلث الصغير ده، هو ده الميد بوينت اللي انا بتكلم عنه. انا عايز ارسم خط من هنا اهو مثلا بالشكل ده كده. طيب احنا كده رسمنا خط من الميد بوينت دي. طب انا عايز ارسم خط من الاند بوينت، اقول له لاين واختار الاند بوينت اهي، ان انا عامله عليها صح هنا اهي، اند بوينت موجوده هنا عليها صح، فهي على طول ظهرت لي هنا. فانا هعمل خط كده كده مثلا. طيب لو انا جيت عايزه ارسم سيركل اهو، وعايزه لاين من السنتر بتاع السيركل دي، هقول له لاين، هي بتحدد لي السنتر، شايفين دايره الصغيره الخضراء اللي ظهرت دي اهي اهي، وانا وقفت كده اهي ظهرت. طيب لو شفنا هنا انا عامله جنبها صح بالشكل ده كده. لو انا مش عامله جنبها صح بدوس عليها كده مش هيظهر لي الدايره الخضراء، لكن انا هنا كده هعمل جنبها صح. واجي اقول له من السنتر دي اعمل لي خط مثلا بالشكل ده كده، من هنا من السنتر. لو انا عندي مستطيل اهو وعايزه اجيب المنتصف بتاع المستطيل ده، بروح عند الاسناب من تحت هنا اهو واختار جيومتريك سنتر، شايفين اهي جنبها صح. يبقى انا هنا لو قلت له سيركل، ارسم سيركل من اهي النقطه ظهرت لي، شايفين من هنا عايز ارسم سيركل بالشكل ده كده. يبقى انا رسمت السيركل السنتر بتاعها في منتصف السنتر بتاع الريكتانجل. يبقى احنا هنا عرفنا الحاجات دي. عندنا ايه تاني؟ هنروح هنا كده عن طريق النيرست بحدد نقطة قريبة وبرسم منها. انا هاجي عند النيرست هنا وبقف كده واقول له لاين واختار نيرست اهي، شايفين جه النيرست حتى بتتكتب لي اهي اهو مثلا لحد الكوادرنت بتاع الدايرة دي. يبقى الاو سناب بتساعدني ان انا ارسم اي رسمه من ان انا بحدد من الاند بوينت ولا الميد بوينت ولا السنتر ولا من منتصف الاشكال اللي عندي اللي هي جيومتريك سنتر ولا نود. لو انا عندي بوينت ممكن انا استخدمها كوادرنت بالنسبه للدايره، انترسكشن لو انا جيت كده مثلا اهو انترسكشن لاين وعملت لاين تاني كده وقلت له ارسم لي سيركل من الانترسكشن ده اهي،
intersection ظهرت عشان عامله جنبها صح. يبقى له سناب بيساعدني ان انا ارسم الرسم واحدد الخطوط اللي انا برسمها بطريقه صحيحه. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.